أكد الرئيس السيسي مضي المسيرة الوطنية لمصر إلى الأمام رغم الصعاب والتحديات، معربا عن تطلعه إلى المزيد. وخلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة، أكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير وضرب المثل في الصبر والصمود أمام أزمات عديدة، كما طمأن الشعب المصري على مواصلة الدولة بذل أقصى ما في جهدها وطاقتها لتوفير فرص عمل جديدة متميزة وزيادة الدخل للمواطنين وإقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد. نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المثل في الصبر والصمود أمام أزمات عديدة، ونطمئنكم أن الدولة تبذل أقصى ما في الجهد والطاقة بلا كلل لتوفير فرصا عمل جديدة ومتميزة وزيادة الدخل للمواطنين وإقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد.